وكيف تبادل الرسائل مع المختار وهو يخاطبه من المهدي. محمد الحنفي يكتب للمختار من المهدي، والمختار يجيب إلى المهدي، وهو يخاطبه من المهدي والمختار يخاطبه إلى المهدي. فهل تكذب الآن؟ السؤال لمن؟ لابن نما. إذا كنت تكذب هذه الرسائل التي حصلت بين ابن الحنفية وبين المختار، تقول هذه الرسائل كاذبة، هذه الكتب بين ابن الحنفية والمختار غير حقيقية موضوعة، فنحن نأتي معك. إذن لا يوجد عندنا إشكال. إذن المختار ليس عنده إذن من ابن الحنفية وانتهى الأمر، لأن الإذن من ابن الحنفية للمختار هو في خطاب يخاطب بأنه المهدي، من المهدي إلى